اسمع وش قال عجالي. دائريه. لا خلاص، انا تخديت قرار بلي حالته واحد يزيد يخدم في المناخ هذا الخامج هذا تاع الجزائر، يعني متعفن. كلام قاسح خاوتي، مناخ متعفن وخامج في الجزائر. اسمع دائرية. لا خلاص، انا تخديت قرار بلي حالته واحد يزيد يخدم في المناخ هذا الخامج هذا تاع الجزائر، يعني متعفن. بيان سور، يعني كرة القدم الجزائرية للأسف الشديد يعني 90% يعني انعدمت الرجولة فيها، يعني ولا نهب واحتيال و دوك سيسيرالي. علاش واحد يجي يحكم باش يولي اشاك فوا يحكي حكاية واحدة؟ ما كاش امكانيات وراهم يخلطوا لي وراهم كذا. يعني انسان قال لك رحم الله من عرف قدر نفسه، واحد ياخذ قرار. احنا ماناش من اكبر مدربين في العالم، احنا الناس عندنا هذه الهوايه تاع كره القدم كلاعبين وكمدربين، نحبوا نمارسوا هذه الكره، هذه المهنه. بطبيعه الحال اخذ بعين الاعتبار العائله تاعنا، الاموال اللي راهي نلقاها اللي نغذي بها الاولاد والام تكون حلاليه، ما تكونش تاع نصب واحتيال وتكون تاع سرقه وتكون تاع بيع لي ماتش. لم تستحي فعل ما شئت، وحنا الناس نستحوا، حنا ما نديروش نابورت كو. اسمح لي كوتش، ماشي باش نجي كونفاك عليك. هذه البطوله على رغم اللي خرجت منها انت. ايوه على بالي متعلق بهذه البطوله بطبيعه الحال، بفريق الوطني وبفريق القلب كل شيء، ولكن الوقت نعم، وكل الوقت تغير، الوقت تغير، يعني مش الوقت تغير، الناس تغيرت، الوقت ما زادوا كيما راه. ما تروحش بعيد، شوف الحديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك التافه من بين اخطر، لما التافه يولي يتكلم باسم العامه. يعني تسمى ما راك تشوف لي موت، ما كتب اخبار جامي، ما عندي حتى خبر والو. انسحبت كاع من البطوله الجزائريه، ربما بالك في المستقبل، بالك عاد اذا كان حاجه حقيقيه. انا الفتره الاولى هذيك كاع الناس يقول لك كاين مشروع، ولكن حتى مشروع عندهم، مشروع سرقه، مشروع يعني انا تكلمت كل شيء، قلت كي كنت هنا وخلاص. يعني دوك فرات، خاصه دوك مع التواصل الاجتماعي هذا اللي خرج، هاد الناس بداو يستعملوا التواصل باش يحاربوا الناس، باش خلاص يعني. لا خلاص، لا انا قلت لك جزائري الى النخاع، والحمد لله اللوغو هذا ردتو كلاعب، ويعني انا خريج مدرسه حسين داي، اعرق مدرسه في الجزائر، نحبوا ولا نكرهوا، سي اون ليجوند. بس حقيقه فريق بارادورا يدير في عمل، باسكو ما يقبلوش الكفاءه. نتمنى لك حظ موفق ان شاء الله بين الى هذا الشهر ان شاء الله. علاش العالم ما يشوفوكش في المنتخبات الشباليه الوطنيه؟ لا مام هنا، يعني بين قوسين كاين ثاني كيفاش يقولوا، كاين البروفيل تاع ناس اللي يخدموا في الاتحاديه الجزائريه، وانا ما نسبهمش، انا على بالي يعني بدون ما ندخل في الديتاي، بلا ما ندخلوا في الديتاي، يعني كاين ان بروفيل اللي مسؤولين يقبلوا به، وانا بروفيل تاعي ما يقدروش يقبلوا به. يعني خلي بين قوسين، يعني نخلوا الناس كما يقول لك تفهموا معناتها لو بروفيل، مش ما عندهاش علاقه مع التدريب، ولا كاين البروفيل داخل في الشخصيه هذه. عشان انت جاهز في البيت، طبيعه الحال من الفريق المحلي حتى بس ما راحش يكون، انا كاع ما يقدروش يخموا فيا انا يعني. لانه في الفتره الاخيره اسمع الجالي دار بقوه، ايه دور دور يكون مساعد لبيتكوف، شوف دور مش من المره الاولى، دار حتى في 2014 مع غوركيف، فهمتني؟ ولكن كاين، انا نقول لك مناخ والله، يعني بيسك تتكلم على هذه دوك، طرحت سؤال المدير الفني تاع زي اسمح لي، كما كاع الجزائريين عشنا نكسب حتى ماتش وما تقام في باش دوزيام هادي يا صاريف سابو. البرازيل في بلادو خسر 7-0 في كاس العالم. هذه كرة القدم، كاين فرق تجوز وفرق ما تجوش، انا نقول بلي هذه صافي بارتي دو لافي تاع منتخب.
الاسباب هذه لازم تعود الناس اللي غير الداخل. اسمع علاش قلت لك انا الاتحاديات لازم لها ترونسبارونس في الخدمه. الناس اللي غير الداخل هي اللي تفهم اللي تمد الاسباب التقنيه اسكو لوجيستيكيه اسكو واش هي الاسباب اللي خلات الفريق الوطني ما يجوش. فهم واش اللي نقول بما ان الامكانيات الماديه كانت ما هي الاسباب الرياضيه هذا ما كان على باسكو بالماضي دوك راني نشوف ناس كاع قال لك بالماضي ومفلس. لا بالماضي 2019 سيتي لو ميور انترينور تفهمني 35 ماتش اون ديفات مي ابري يا يو دي شوز واشن 35 ماتش اون ديفات مي ابري يا يو دي شوز واشن. علاش هاد مع الفريق التنزاني شفت انا في العنابه فريق ممتاز براتيكمون لعبنا باش نديرو نقطه ريحنا اللور on pouvait pas sortir. Donc on a ces questions à se poser. Ana je pense باش يقولوا لي باللي بالماضي دو جور او لوندما وما ولاش انترينور ما كاش باش يقولوا لي باللي دو جور او لوندما بالماضي ما ولاش انترينور ما كاش منها. في اللي جاز هو المدرب الجديد بيتكوفيتش مدرب بوسلي عنده ثقافات كثيره انت كوتش للاعب محلي اون ميم طون بروفيسيونيل يعني عشت في فرنسا بزاف طاح عقلية تلعب للمغتربين طاح عقلية تلعب للمحلي شوف بلي هذا البروفيل يناسب اللاعب الجزائري تاع انا نظن بلي ستان بروفيل باسكو خاصة دوك رانا نجيبو لاعبين من الخارج راني داكور دوك انا ا مون افي لو بروفيل هذا يقدر يساعد الفريق الوطني الجزائري. انا جو سوي سور اي سيرتان دايور كو لا بلوبار تاع اللاعبين ايزون افرونتي هذا المدرب كالكو بار في لي كومبيتيسيون اوروبيان وهو ثاني كي يعرف اللاعب الجزائري. انا نظن بلي بون على فا هادي نقولوا سي سيبوزيسيون مي النتائج هي اللي راح ديسيدي. مي هذا المدرب ماهوش يعني ما جاش من او دار كوب دي موند مليحه دار يعني عنده تاريخ كروي. بالعكس لازم هنايا تانيك كيما درنا مع جمال بالماضي نديرو معاه هو ونعطو له كاع الامكانيات ونعطو له شويه وقت باش فهمتني. انا يفو با تانيك واحد لونترينور اللي يجي او كونترير بالماضي لايتي اكسيبسيونيل. انا نظن بلي في بارتي دي ميور زونترينور دي جازو هاد الجزائر بالماضي باسكو نحبو ولا نكرهو ابري المرحوم كرمالي سي هو اللي جاب لنا لا دوزيام. انا جو بارل بلوس تكنيك ومنها ما ندخلش امور واحده اخرى مي هو اللي جاب لنا لا دوزيام ايطوال هادي تحسب له الى يوم الدين.